أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجه. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا جعفر، يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليالي الأخيرة من الشهر الكريم، هكذا جاء في البال بتوفيق الله عز وجل، أن نجعل حديثنا في معالم الطريق إلى الله عز وجل. نحن تزودنا من شهر رمضان ليالي القدر، الآن وراءنا سفر من هذه الليالي إلى ما قبل ليالي القدر القادمة، حوالي سنة في سفر. هذا السفر موحش، بحاجة إلى زاد، البعض ينتكس، البعض يضل الطريق، البعض يبتلى بقطاع الطرق، البعض يبتلى بالجوع والعطش المعنوي. يعني في السنة القادمة قبل ليالي القدر لا يرى نفسه في أفضل حال، ونحن مع الأسف مصداق الدعاء، نعم، إلى متى أقول أتوب وأعود. كل سنة ننهي ليالي القدر بشكل لا بأس به، دمعة، بكاء، توسل، ولكن بعد شهر رمضان لا نرى معشار هذا الجو في أرواحنا، هذه خسارة. ولهذا هذه الأحاديث ليست ترفية لا لملء الفراغ. الحمد لله كلكم تمتعتم بالمجالس بالتلاوة، بعد المجالس والتلاوة نريد جلسة تأمل، وبحمد الله وجوهكم متأملة. بحمد الله الآن لا أدري ما السبب من مبهدات الظهور مثلا، غير ذلك لا أدري. بحمد الله في العقد الأخير، في العقدين الأخيرين، نرى عطشا روحيا جيدا في عامة الناس والشباب. نذهب للجامعات، نذهب لبلاد الغرب، نعم، في هذه المشاهد الحمد لله هناك طلب للمقامات. أرى شاب في شهر العسل، قمة أيام التشاغل، ولكن يأتينا سرا يقول: يا فلان، أنا أيضا لي جوع من جهة أخرى، الغريزة حلت، ولكن عندي عطش باطني، عندي رغبة للكمال، وهذا أمر جيد. حتى زرنا بعض المتمكنين، لا أقول المترفين، أهل المال إجمالا، المال يلهي، ولكن حتى في هذه الطبقة بحمد الله هناك حالة من اليقظة الروحية. طبعا هذا سلاح ذو حدين، مع الأسف البعض يستغل هذه الطيبة، هذه الرغبة، ويتكلم بلا حساب بلا مقياس، هنالك أوراد خاصة، أذكار خاصة، تأتينا رسائل، المشعوذون يدخلون على الخط، يغرون أصحابهم ببعض النعم، ببعض الدعاوى، ببعض الأوهام. المهم لنحذر، ولهذا الهدف من هذه الكلمات هو الحذر من الوقوع في شباكهم. ومن اتبع أهل الباطل ولو كان هكذا عن قصور، عن جهل، عن غفلة، يبتلى بآفاتها. إذن احذروا ذلك. علامة المغاش، علامة المزيف، أنه يحب الأتباع، يحب الظهور، يريد أن يميز، أن يمدح. هذه علامات توجب الشبهة. إذا رأيتم إنسانا هكذا، نعم، أولياء الله عز وجل مشغولون بعوالمهم، والله لا تزيدني.
كلام المعصوم على أمير المؤمنين: كثرة الناس حولي أنسى، ولا تفرقهم عني وحشا. حاشا أمير المؤمنين بعد سنوات المكوث في المنزل بعد وفاة النبي، كان حبيس البيت تقريبا وفي الكوفة، صار حاكما على بلاد المسلمين. أمير المؤمنين هو غشواته بالليل، نعم، مناجاته مع رب العالمين، حتى في ليلة الهرير، تعرفون ليلة الهرير، ما كانت تلك الليلة الموحشة، أحدهم يهر على الآخر كما يقال، قتال قريب جدا، وعلي عليه السلام مشغول بعبادته في الليل. نعم، هذا على كل حال ديباجة كان لابد منها. أما القواعد، في الليالي الماضية ذكرنا بعض القواعد، وفيما تبقى من هذا الشهر الكريم نكمل بعض هذه القواعد. السير إلى الله عز وجل ليس بأقل من سير الأقمار الصناعية والصواريخ، غلطة بسيطة من لواحد يخرج عن المدار. نحن أيضا القلوب في الطريق إلى الله عز وجل بحاجة إلى قواعد وإلى ضابطة، منها قضية التوازن وعدم الإفراط والتفريط. من مزلات الطريق أن البعض تفتح شهيته على عالم الغيب، ورب العالمين ليس ببخيل أبدا، من يقف في جوف الليل ليلة ليلتين في المشاهد يبكي، رب العالمين يعطيه شيئا حلاوة في وقتها. نعم، لا يعطى مقاما ثابتا بصلاة الليلة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حاجة إلى مواصلة إصرار. شهر واحد لا يكفي، ازرع في البيت شجر مزرعة، اسقها بالسنة شهرا، هذه الشجرة تنمو لا تنمو. شهر رمضان شهر، باقي الأشهر أين، بحاجة إلى سقي أيضا. المهم، البعض يتذوق شيئا من الحلاوة الباطنية، يصاب بالعجب والغرور، يظن أنه وصل إلى مقامات العارفين. هي حلاوة في وقتها، في صلاة الليل تحت القبة الشريفة، في زيارة أعطيت حالا. ولكن رحم الله أحد العلماء له اصطلاح جيد، يقول: فرق بين الحال والمقام، حال ومقام. بكاؤك في جوف الليل تحت قبة الحسين عليه السلام، هذه حالة من الحالات، لم تكتسب مقاما ثابتا. المقام الثابت، كونوا معي، الذي يبكي تحت القبة طبيعي مع الجو، الكل يبكي. ولكن في ليلة من الليالي إذا استيقظت من النوم وتذكرت مصائب أهل البيت وبكيت، هذا مقام، لأنه بلا محفز بلا مذكر. إذن أحدنا لا يغش بالحالات، عليك بالمقامات. الذين تعودوا على أحاديثنا، هذا المثال نذكره: تذهب إلى محلات بيع العطور، ترى الرائحة الفواحة، تظن أن العالم كله مطيب، تخرج وإذا بالمزبلة في الطريق. ما دمت في المحل الرائحة طيبة، ما دمت في المشهد هناك إقبال، هنا محل العطور الباطنية. الكلام إذا رجعت المنزل، إذا دخلت في خصومة مع أحدهم، إذا اشتدت شهوتك في مكان يثير الشهوة، هنا البطولة، هنا المقام. إذن لا ينبغي الخلط بين الأمرين. قلنا الإفراط والتفريط، إنسان يتذوق شيء من هذه الحلاوات وإذا به يظلم زوجته، يتعدى على الغير، نعم، يقصر في حقوق الآخرين بدعوى أنه مشغول بذلك العالم، يحتقر الخلق،
وهذا المعنى إخواني احفظوه عن هذا العبد الفقير. إذا أردت أن تتبختر، أردت أن تتجبر، تعجب، هذا العجب اكسره بمطرقتين، مطرقتان تكسران العجب. أولا الأمور بخواتيمها، أنت الآن جيد، من قال تبقى على هذا الحال؟ بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كالشلمغاني صدر اللعن في حقه، وأمثالهم الكثيرون الذين انحرفوا. موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه بعد استشهاده ابتلي بالواقفة، أخذوا أموال الإمام ولم يسلموها للإمام الرضا عليه السلام. طبعا في المال الواقفة فرقة من الشيعة المنحرفين. إذن نحن لا نضمن النهايات أصحاب النبي، ماذا جرى عليهم، كم تقاتلوا، كم قتلوا، المهم النهايات لا تضمن، وخاصة في آخر الزمان، ولعل زماننا هذا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يسمع مقطعا إلحاديا كفريا في منتدى في غيره، وإذا بصاحبنا بين عشية وضحاها يقلب مسيرته. إذن الأمور بخواتيمها، هذا الدعاء أكثر من اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، هذا أولا. وثانيا لماذا تحتقر الغير؟ ترى شاب شكله لا يوحي بخير، زيه، هيئته إلى آخره، ولعل اليوم اختلى بامرأة أجنبية فقال إني أخاف الله، وأنت لم تعمل شيئا هذا اليوم، لا تحتقر هذا الإنسان، لعل له شيء وأنت لا تدري. وقل لعل خيري ظاهر وشره ظاهر أو خيره باطن، أنت لا تعلم ما في نفوس الناس، إذن كن مؤدبا بين يدي الله عز وجل. إذن الآفة الأولى في هذا الطريق التعدي على الخلق. وهنا اسمحوا لي إخواني الآن بأي بيان أقول، لا أدري، نعم في هذا المقام، نعم بعض العوائل النساء هي الضحية الأولى. أحدنا أمام الناس يحب أن يكون بمظهر حسن، نعم لا يغضب، لا يفحش، لا يضرب مثلا، ولكن نعم في جوف الليل في غرفة النوم المرأة المستضعفة لا ناصر لها ولا معين. القرآن يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن المؤمن في هذه الأيام هناك ما يسمى بحكومة الرجل. الآن في بلاد الغرب النساء عموما متسلطات، من دواعي الهجرة إلى بلاد الغرب عند بعض المؤمنات يقولون هنالك الحرية الكاملة، نأخذ حقوقنا كاملة. على كل القانون، الشرطة إلى آخره في بلادهم ليس بأعظم من الرقاب الإلهية، اتقوا وظلم من لا ناصر له إلا الله عز وجل. والذي يقبل يعطى نورا، يعطى مزية تفتح شهيته، ثم يقول فقدتها، أقول يا فلان امسح، اعمل مسحا ضوئيا، لعل هنالك قلب منكسر وأنت لا تدري. وخاصة الوالدين والزوجة والأرحام، أنا عند المنكسرة قلوبهم. إذن هذه أيضا من دعواتنا في هذا المجال، الموازنة بين الأمرين. ولهذا أنا اتفاقا عندما أزور الإمام الجواد عليه السلام حقيقة أرق لحاله، أقول يا مولاي ما هذا البلاء الذي ابتليت به؟ زوجتان في الأنبياء، نبيان نوح ولوط، في الأئمة إمامان، الإمام المجتبى والإمام الجواد،
ابتلي بأي الزوجة؟ ذلك أم الفاضل وتلك جعدة. كأنه درس لنا جميعا، المعصوم يتحمل امرأة قاتلة، وأنا وأمثالي لا أتحمل مؤمنة لها بعض الهفوات، هذا درس لنا جميعا. إذن سياسة الموازنة بين هذه الأمور أمر من موجبات بقاء هذه المزايا. الصدق في المسير، إنسان نعم يقول ضع شيئا في إنائي، عسلا لبنا، ترى الإناء ملوث بل الإناء متنجس، يقول يا فلان طهر إناءك ثم تعال لي. رب العالمين يريد الصادقين في دعائكم، اقرأ يا حبيب قلوب الصادقين. الذي وعاؤه صغير له فنجان يريد بحيرة، البحيرة لا تصب في الفنجان، يريد المقامات العالية وهو غير مستعد لها. كن منصفا، كن واقعيا، القلوب أوعية أحسنها أوعاها. ولهذا بعض المؤمنين الحاذقين الملتفتين لمعالم الطريق لأصول المهنة، عندما يزور المعصوم يقول مولاي أولا وسع إنائي، أنا لا إناء لي، وإذا عندي إناء فهو ضيق، ثم طهر هذا الإناء ثم اجعل فيه ما تريد. هذه المراحل، وسع الإناء، طهر الإناء، املأ الإناء. إذن هذا أيضا من الدروس والعبر، أحدنا يكون صادقا. قد تقول ما هي علامة الصدق؟ علامة الصدق أن لا تكون لك هفوة معتبرة. بحمد الله بعض الشباب أنا ألتقي بهم، التقيت بشاب في بلاد الغرب كان يعيش يعني منذ سنوات طويلة، قال يا فلان أنا منذ أن بلغت ما عصيت الله. أمر جيد نعم، والبعض يذهب سنة يرتكب الموبقات. هذا الإنسان طبعا كان صادقا، يريد مني شيئا، قال أنا في هذا المجال أيضا من باب الطريفة رأيت غلاما في 15 أو 16 على باب أمير المؤمنين قبل سنوات، قال يا فلان نصيحة كالعادة، قلت اترك المعاصي والذنوب، قال يا فلان أنا هذه المرحلة طويتها، أي معصية تأمرني بترك المعاصي؟ يعني هذا أمر بديهي، اذكر لي المقامات الأمور العالية، هذا الأمر مفروغ منه. واقعا الإنسان يصل إلى درجة يسمى العصمة النازلة أو العدالة العالية، قلبه لا يطاوعه أن يعصي الله عز وجل. لو طلب من أحدهم في المكان العام أن يخفف من ملابسه لا ينزعها تماما، يقول مستحيل تعطيني الملايين، أنا بين الناس هكذا أصنع، محضر الله عز وجل أقل من هذا. أبونا آدم أكل الشجرة المنهية لم يكن محرما، لا تقربا. نعم كذا يقال في الأنبياء ترك الأولى، نعم العقوبة الأولى، نعم بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليه من ورق الجنة. المعصية التقوى لباس، لباس التقوى خير، الذي يعصي في تلك الساعة لا لباس له، يصبح عاريا أمام الناس، لا تظهر بالملابس الداخلية، أمام الله لباس التقوى ينزع منك. ولهذا يستحيل هذا المعنى، لا يمكن أن يجعل الإنسان نفسه في هذا ولهذا الذي وصل إلى هذه المرحلة يقول الحرام لا يمكن أن أفكر فيه. سألت أحد كبار الموظفين بيده أموال كثيرة
واتفاقا بإمكانه أن يختلس ويفسد من دون أن يكتشف. مرة إنسان وراءه المحاسبة، ديوان المحاسبة المدقق، يقول نعم لا يمكن. أما في مورد ما أحدهم كان في درجة يمكنه أن يأخذ الملايين من دون أن يكتشف الآن لظرف ما، قلت له يا فلان أصدقني القول، قلت في يوم من الأيام هل جاء في بالك للعمل، جاء في بالك أن تأخذ من بيت المال؟ قال لي فلان ولعله أقسم أو بغير قسم، قال لا لم يخطر ببالي، ليست النية ثم التراجع، لا، قال هذا لم يكن واردا عندي. هذه العدالة، أن لا يفكر في ارتكاب الحرام. هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة. ثم كلامنا في القواعد، لا ننسى سير الحديث. إخواني، تقوية البنية العلمية، أن يبكي الإنسان يدعو كذا يتوسل كله بكاء. رأيت بعض الناس حقيقة يعني بكاؤه جيد، في أدنى مناسبة يبكي عند الضريح في المجالس في دعاء كميل، الغالب هو عليه البكاء، هذا جيد، ولكن أين البنية العلمية؟ إنسان نعم ليست له ثقافة دينية جيدة. أولا ثقافة القرآن الكريم، هذه الليلة أكرموا أهل القرآن، القرآن محصور بالتلاوة بالتجويد، هذا ظاهر القرآن. القرآن له لفظ وله معنى، الذي يقرأ القرآن بصوت متميز على الأقل يعلم الكلمات المشكلة. في شهر رمضان لو ختمت القرآن مع الهامش، مع القرآن المهمش في زاويتها في الهامش الكلمات المشكلة، اختم القرآن مرة واحدة وأنت تعرف ظاهر القرآن، هذا الحد الأدنى. والحد الأعلى الغوص في أعماق التفسير، هذه البنية العلمية القرآنية الحد الأدنى، هذا الحد الأول. الحد الثاني معرفة كلمات أهل البيت، مقاماتهم. ماذا تعرف عن الإمام موسى بن جعفر؟ فقط المعذب في قعر السجون في ظلم المطامير، صحيح هذا المقتل نبكي عليه، ولكن يا هشام يا هشام، أنا أدعو أتمنى كل منتسب في هذه العتبة المباركة يأخذ دوره في وصايا موسى بن جعفر لهشام. يا لها من وصايا، ووصايا متعددة. من الوصايا معنى كلام الإمام، يقول يا هشام لو كان في يدك جوزة أو أي شيء، خزف مثلا وقال الناس بأنها لؤلؤة هل ينفعك شيئا، والعكس بيدك لؤلؤة أو شيء قيم وقالوا خزف هل يضرك، هذا المعنى كم جميل. أنت تعرف واقعك، تعرف ما لك عند الله. في وسائل التواصل هنالك هجوم بباطل، الإعلام يقول شيئا، تأسب الإمام موسى بن جعفر في وصيته لهشام، انظر بلا ما في يدك، إذا هي لؤلؤة اشكر الله عز وجل، وإذا هي خزفة حولها إلى لؤلؤة، ما لك وكلام الغير. يا أبا ذر، هذا الحديث أنا عندما أنقله أخاف قليلا لعله لا يفهم، ولكن مع توضيح بسيط يفهم، لعل هذه الرواية موجودة بهذا المضمون، لا تبلغ حقيقة الإيمان حتى ترى الناس الذين لا وعي لهم كالأباعر. أكثر الناس لا يعقلون لا يشكرون، همج رعاع أتباع كل ناعق، لماذا تجعل عينك على كلام الغير؟ المهم البنية العلمية، ولهذا
لا بأس، الذي يزور موسى بن جعفر وله ساعة مثلا ساعتين، والإمام الجواد يأخذ معه كتابا في سيرته قبل الزيارة بعد الزيارة، عندما يعلم مقام المعصوم ثم يسلم عليه المعذب في قعر السجون ينكسر قلبه. المعذب في قعر السجون كان بهذه المثابة. أخاف أنسى هذا المعنى. هذه الليلة أقول لعلك تلتفت لأول مرة، سنوات الحبس لإمامنا موسى بن جعفر 10 أقل أكثر. أو تعلم أن الملائكة كانت تنزل هنا في ليلة القدر، ولكن أين؟ في سجن هارون. الملائكة تنزل إمام زمانه كإمام زماننا اليوم، تنزل الملائكة بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة تبحث في مطاوي السجون وظلم المطامير لإلقاء المقدرات على قلب إمام زمانهم. أظن الملائكة كانت تبكي تتأثر من هذا المنظر، إمام في قعر السجون وهو يتلقى أوامر البشرية. المهم، الإمام الذي يعلم بهذا القدر وبهذه المثابة، دمعتك تصبح واعية ساخنة، أيضا دمعة من أعماق الوجود البنية العلمية. هذا، وبحمد الله هذه الأيام المؤلفات كثيرة، لست في مقام الترويج لمؤلف، ولكن هذا الكتاب صاحبه غير معروف وستر نفسه. هذا الكلام يصل للكثيرين، كتاب باسم الطريق إلى الله، نعم، لمؤلف يسمى البحراني. كلما فتشنا عنه، طبعا قبل سنوات عقود لم يعلم من هو، ألف الكتاب ونشره وتركه ولا يعلم دقيقا من هو. هناك حدسيات، يبدو هذا العالم ألف الكتاب لوجه الله عز وجل، شخصية غير معروفة، ويقال خير ما ألف في علم الأخلاق. نعم، الطريق إلى الله هذا الكتاب، نعم، يمكن أن يروج له، ليس فيه شطحات، روايات أهل البيت، مسلك معتدل، لا إفراط ولا تفريط. المهم، هذه البنية العلمية لا بد أن نقويها. وأخيرا، في بالي عناصر أخرى نختمها إن شاء الله غدا. الأمر الأخير، نعم، هناك مثل عربي، أنتم بحمد الله مأنوسون باللغة، هناك مثل: إنسان يأخذ قربة، القربة فيها فتحتان، القربة القديمة من جلد الحيوان، فتحة ينفخ فيها وفتحة تغلق حتى تنتفخ القربة. يقول: يداك أوكتا وفوك نفخ. اليد راخية في الأخير وفمك ينفخ للصباح. هذه القربة لا تحمل هواء، كله يذهب هدرا. نعم، ليلة القدر نفخة، الحج نفخة، العمرة الزيارة، ولكن هذه الأمور، هذا النفخ، بعض الأوقات يذهب هدرا، يخرج. كيف؟ بالعصبية والهوى. الغضب، إخواني، وما أدراك ما الغضب؟ الإنسان الذي يغضب تقريبا يخرج عن طوره، الشيطان يركبه، فإذا ركبه الشيطان يفحش في القول، قد يقتل، قد يجرح، يعمل الأعاجيب. إذن من رأى في قلبه قابلية للغضب فليعلم أن هنالك مانع عظيم في طريق القرب إلى الله عز وجل. أختمها بكلمة، أحدهم نصحته بنصيحة، رآني بعض فترة أعوام، قال: يا فلان أحسنت النصيحة، كم أراحني. ماذا قلت؟ قلت كلاما كثيرا. قال: قلت لي
وأنا أقول لكم الليلة، لو رأيت إنسانا عزيزا عليك جاء وعلى كتفه عقرب، حيوان عقرب يضرب به المثل في اللدغة القاتلة، ماذا تعمل؟ تعاتبه، تسبه، تضربه، تغافله؟ تذهب تأخذ العقرب من كتفه، تجعله على الأرض، تسحقه، ثم تقول: يا فلان احذر العقارب، لماذا جئت بهذه الحشرة القاتلة؟ ليكن همك تخليصه. رأيت زوجتك مبتلى بعقرب على كتفها، زوجتك رأتك مبتلى بعقرب على كتفك، ليس الحل أن تزجرها، أن تضربها، خلصها مما هي فيها، الشيطان ركبها، خلصها من شيطانها، ثم نعم ادخل معها في مفاوضات ما دامت هي مركوبة للشيطان أو أنت مركوب للشيطان. لا تعاتب، لا تغضب، غضبك يجعل الشيطان يعمق سلطته، نعم يركبها بتمكن أكثر. رأيتم الإنسان الغضوب؟ هو يغضب، هي تغضب، هو يرفع، هي ترفع، اليدان، يصل الأمر للسلاح أخيرا. هكذا مد الشيء، الاستدراج الشيطاني كالشهوة، الشهوات تدريجية والغضب كذلك. تلخص من حديثنا الليلة، نلملم الحديث، إذن الطريق إلى الله عز وجل فيه أصول، فيه مراحل، فيه قواعد، عدم الإفراط والتفريط، البنية العلمية، عدم التميز، عدم العجب والغرور، والصدق في السير. وأخيرا نبهنا عن خصوص الغضب، لأن هذا آفة العصر، أغلب الناس فيهم القابلية، أصدقكم القول، قلما رأيت حليما في كل الأوقات، في مرحلة قد يحلم، ولكن طبعه الحلم، كالإمام المجتبى صلوات الله عليه، الإمام الحليم، نعم حسن الخلق، هذا قلما نجده في أوساطنا. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا تحية كثيرة وسلاما. نريد هذه الليلة أن نختم أعمالنا بدعاء الفرج، جميعا نقف إجلالا لاسمه. يا وصي الحسن والخلف الحج، أيها القائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. الكثيرون يلتمسون الدعاء، وكلنا أصحاب حوائج، وعلى رأس حوائجنا فرج إمام زماننا، بتوجه هذه الآية، آية الإفطرار، 3 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب،
اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم لا تخرجنا من شهرنا هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. أعوذ بجلال وجهك أن ينقضي عنا شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي ذنب تعذبني عليه. إن كنت قد رضيت عنا فازدد عنا رضا، وإن لم تكن قد رضيت عنا فمن الآن فارض عنا. عرفنا الإجابة فيما سألناك، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.